فيتنس. مرحبا، اليوم في الفيتنس باش نحكي لكم على الكوتشينج مانسور، وهو نظام باش يعاون الناس الكل باش يلقاو التوازن في الحياة. يعني الواحد باش يقبل الحالة الجسدية اللي هو عليه، وهذا في حاجتين هما بالتغذية والرياضة. والطريقة سهلة ياسر، على خاطر تولي تفيق بالعادات الغذائية السيئة متاعنا وتولي تلقى النظام الغذائي المتوازن. وهذه عملية تصير على طول، ماهيش عملية لمدة شهر ولا شهرين. أول حاجة هي التغذية. مال التمرين سهل في التغذية، وهو إنك مش تاخذ زمام معاك وستيلو نهار كامل في جيبك، ومش تكتب التاريخ النهار اللي باش تبدأ فيه، وتقيد كل حاجة تحطها في معدتك إن شاء الله تكون شربة، وتسجل الوقت. بعد 24 ساعة تعمل الحساب متاع الحاجات اللي كليتهم وشربتهم كل، وتشوف ما يقابلهم بالكالوريات باش تعرف أنه الزايد وتنحيه. ورد بالك زادة للحاجات الناقصة في النظام الغذائي متاعك، خاطر من السنة السادسة ابتدائي نقراو اللي الماكلة فما ماكلة للطاقة وماكلة للنمو وماكلة للوقاية، ونلقاوهم في مواد مختلفة. وما تنساوش حاجة اللي هي كمية الماء اللي يلزمك تشربها في النهار. يعني الرجيم ماهوش خدمة شهر ولا اثنين، وإنما نظام غذائي متواصل على طول العام يراعي حاجة البدن حسب نشاطه وسنه. وبرا نعملوا تمرين اليوم على الخفيف، مالا باش نحاولوا نعملوا تسخين عن طريق الجري. نجم تكون الجرية في الحومة على البحر ولا في وسط الدار إذا كانت كبيرة لمدة 10 دقائق. بالنسبة للرياضيين نجموا يزيدوا أثقال في ديهم ولا في ساقيهم، وبعد يعملوا مارش لمدة 30 ثانية. هنا يكونوا سخرنا البدن متاعنا وحذرناه للتمارين اللي بعده. وبعد مش نعملوا تمرين القرفصاء، يسميوه بالعربي سكوات، هما ينجموا يعملوه بالأثقال، أما احنا باش نعملوه أول مرة بالفارغ. نبدأ واقفين على ساقين على مستوى كتافنا ويدينا القدام. وقفنا حطينا يدينا القدام، نعملوا رواحنا كينا باش نقعدوا على كرسي بالظهر. وأهم حاجة هي كيفاش نقوم بالوضعية هذه. ما تنساش وانت قايم تحاول الحفاظ على التوازن، واكبس لي زابدو متاعك واللي في سي، وابدأ اقف بشوية بشوية. يعني كي تجيو قاعدين نبدأ نحسبه 1 2 3. قعدنا توا باش نقوم 1 2 3. العملية هذه نجمو نعملوها 15 مرة 4 سيريات، ونرتاحوا 30 ثانية بين كل سيري مع مراعاة التنفس الطبيعي. الحركة هذه راهي عندها تنفس خاص، يعني كي نجيو باش نقعدوا تجبد الهواء وبعد تهبط وانتي تقطع نفس، وكي تجي تقف تخرجوا واحدة واحدة. للكركارة ها باش نعطيكم أرقام كي قياسية في سكواد باش تشجعكم. فما فلات إله زوف، وسامحوني على الكلمة، روسي عمل 5669 سكواد فرد نفس لابو قلب، وقبله سين هامان من أمريكا زادة عمل 4575 سكواد واحدة ورا الأخرى من غير ما يتعب. أرقام تقطع نفس أبو قلب. هاي حاول على قد جهدك، واليوم وفاء الفيتنس وفي أمان الله. دقيقة فيتنس.